الهدف اللي احنا كنا عايزين نوصل له ان يبقى فيه نوع من انواع اللغه الراقيه، وان الملاعب تتحول الى خروجه زي ما بيحصل بره، زي ما بنشوف بره، ان احنا النهارده نروح نخش الاستاد نقضي اليوم في الاستاد، ويبقى فيه مطاعم وفيه ولاد ممكن يلعبوا، ويبقى فيه مش عارف خدمات ولا اخره، يوم بتقضي يوم. فكان ده الهدف وقتها، واتمنى يعني طبعا ان هو ده يبقى الفكر القادم، لان النهارده ما يحدث في الجانب الجماهيري والرياضه والى اخره، الرياضه بتفقد لروحها، مع الجمهور ده الروح، يعني ملاش طعم الرياضه، ملاش طعم غير جمهور. فاذا الجمهور النهارده مختفي، طب احنا بنعمل الرياضه دي لمين؟ يعني حضرتك فاهم قصدي ازاي؟ صحيح. فطبعا يعني في احتياج شديد ان احنا نراجع نفسنا، ونراجع الهدف من اللي احنا بنعمله، ونشوف مشاكلنا، ونحط صوابعنا على مشاكلنا. اذا كان في مشاكل من الجماهير، فالجماهير النهارده واضح انها يعني بتتجه اتجاه يعني مختلف عن الاحداث اللي كانت بتتم من 2011. واضح ان في توجه في الدوله ان يتم استثمار الرياضه لصالح الرياضه ولصالح ان المؤسسات الرياضيه تنتعش، بدليل النهارده احنا شايفين مؤسسات زي برزنتيشن واستادات وتذكرتي والى اخره بداوا يخشوا ويضخوا تمويل في الرياضه واستثمارات والى اخره. طيب يبقى اذا النهارده يجب ان جميع الاجهزه تراعي ان دي ان ده حاجه مطلب، يعني لان اكيد الاجهزه اللي هي جت او المؤسسات اللي جت بتستثمر في هذا مش جا يعني مش 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 بتعمل ده اعتباطا او كده فجاه، لا ده اكيد دي خطط محطوطه واتجاه من اتجاهات الدوله انها تستثمر في هذا وتنعش الرياضه، وده اكيد ده هدف.